الله يا عمري قطر وردة ونسماتك عطر، أنت في قلبي حبيبة وأنت من روحي قريبة. في اليوم الوطني يوم مجيد يعني مشرق وقلوبنا تخفق فرح في احتفالات ممتدة من تراثنا الأصيل، وقطر تتزين من شمالها وجنوبها وشرقها وقربها. واليوم مدرسة عبد الله بن زيد المحمود المستقلة للبنين متزينة بأعلامنا أعلام قطر. معانا طالب راح يعرفنا على النشاط اللي مسوينه اليوم. صباح الخير. صباح الخير. بس ممكن نتقرب شوية وتعرفنا باسمك؟ أنا طالب راشد محمد عفيفة من مدرسة عبد الله بن زيد. الحفل هذا يحتوي على عروض مثل عرض اسمه تلفزيون الأول، يقدم برامج قديمة وفي سنة الثمانينات، ويحتوي على عرض سهل قطر وأمسية شعرية و العديد من البرامج. إنزين، كلمة حابة تقولها حق المشاهدين؟ أحب أن أهنئ جميع المواطنين القطريين بقدوم اليوم الوطني. شكرا لك ونتمنى لك التوفيق. ناس ما سمعنا يعني وشفنا مشاهدينا ان هناك يعني نشاط الطلاب اللي هو عن تلفزيون القديم والبرامج اللي موجوده، وحتى لو كنتوا انتم يعني ما يعني تشوفون الطلاب الصغار اللي وراي الحين قاعدين تشوفونهم قاعدين يمثلون الادوار. انا سالت كذا طفل قال انا احب اكون، اللي قال انا احب اكون مذيع، واللي حاب يقول انا اكون شرطي عشان اخدم بلادي قطر. يعني هالكلمات الحلوة اللي نابعة من الأطفال يعني من صغرهم يحبون يخدمون البلد، فأتمنى لهم كل التوفيق وخليكم الحين تشوفون العرض. شفنا مشاهدينا نشاط الطلاب، هاي كان كل شيء عندنا من مدرسة عبد الله بن زيد المحمود النموذجية المستقلة للبنين.
ارجع لكم في الاستديو.